الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. بركة الكتب دي بركة، والله بركة الكتب السنن هذه بركة. لذلك لازم تأخذ بوقا كبيرا وتقول عرفني، يعني ما دليلك أعرف قيمتك علميا، ما دليلك أعرف أو أعلم قيمتك العلمية. عجيب جدا. هو بيقول له اعرف مذهبك ونم نم نم عليه. لا لا، العلم انت عالم حقا يظهر علمك عند الدليل، عند رؤيتك للدليل، عند نظرك للدليل، عند معرفتك كيف العلماء اخذوا الحكم من هذا الدليل. هذا هو العلم. وان اخطات انا في النقل عن الرافعي او عن النووي وش يضرني؟ ولا يضرني شيء. لكن ان اخطات عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم واخطات عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الضرر كل الضرر. طيب كتاب الصيدي، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر حلالا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم عم إبراهيم نسقات الأثبات على الجماعة، حدثنا وهيب بن خالد نسقات الأثبات، قال حدثنا ابن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان من ثقات الأثبات، وهو من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة والأهل نجد قرن المنازل والأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. هذه الحديث فيها باب كما قلنا في التبويب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، هل يجوز أم لا؟ هذه مسألة يعني خلافية بين العلماء رضي الله عنك محمد صلى الله عليكم جماعة. فهذه المسألة أولا أثر ابن عمر، ودخل ابن عمر حلالا معلقه الآن. قد وصل ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله وبلغه بقضيد أن جيشا من جيوش الفتنة دخلوا، فمن جيوش الفتنة دخلوا المدينة فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة مرة ثانية، فدخلها بغير إحرام، فدخلها بغير إحرام. ورواه البياقي من حديث مالك عن نافع، وحديث أنس أخرجه مسلم والأربعة، وعد من أفراد مالك تفرد بقوله وعلى رأسه المغفر، كما تفرد بحديث الراكب شيطان وحديث السفر قطعة من العذاب. نعم. لذلك قال ابن عبد البر: هذا حديث تفرد به مالك ولا يحفظ عن غيره، ولم يروي عن ابن شهاب سواه من طريق صحيح، واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم. وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب عن عمي عن أنس ولا يكاد يصح، وروي عن من غير هذا الوجه، ولا يثبت أهل العلم في إسناد غير حديث مالك عن ابن شهاب. وروى أيضا أبو أويس والأوزاعي عن الزهري، وروى محمد بن سليم ابن الوريد العسقلاني عن محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، ومحمد سليم لم يكن ممن يعتمد عليه، وتابعه على ذلك بهذا الإسناد الوليد بن مسلم. ويحلو حاضر، تعلمون من الوليد بن مسلم في أهل الشام. ومع هذا فإنه لا يحفظ عن مالك، لا يحفظ عن مالك في هذا إلا المغفر، يعني ما تكلم عن العمامة السوداء والزيادة فيها. الوليد بن مسلم ليس بالهين، الوليد بن مسلم من الأساطين، لكنه يدلس تدليس تسوية. وقال أبو عمر: قد روي من طريق أحمد بن إسماعيل عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يقل عام الفتح، وهو محفوظ من حديث جابر بن عبد الله. وقد روى جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث المغفر، فقال مغفر من حديد، ومنصور بن وبشر ثقتان، وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك
وكذلك وكذا رواه أبو عبيد بن سلام عن ابن بكير عن مالك، ورواه روح بن عبادة عن مالك بإسناده وفيه زيادة، وطاف عليه المغفر ولم يقل غيره. وأيضا رواه عبد الله بن جعفر المديني عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفر واستلم الحجر بمحجن. وهذه كلها أدلة يستدلون بها على التبويب، على أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام ممن لم يرد الحج والعمرة. هذا منهج البخاري، لأن البخاري يرى بأن المنطوق مفهومه معتبر، مفهومه معتبر. وقد روى سعيد بن سعيد عن مالك عن شاب عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم، وتبعه لذلك عن مالك إبراهيم بن علي المعتزلي، وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما، وإنما هو في الموطأ عند جماعة الرواة من قول ابن شهاب ولم يرفعه إلى أنس. واختلف العلماء في لبس العمامة أو المغفر يوم الفتح، ولم يختلف أنه دخلها وهو حلال، يعني ما دخل محرما، لكن اختلفوا في العمامة. وقال بعض الناس: العمامة والمغفر على الرأس، ويؤيد ذلك حديث جابر يعني سالف قال وهو وإن صححه مسلم وحده. فالأول يعني حديث أنس مجمع على صحته، والدليل على أن المغفر غير العمامة قوله من حديد، فبان بهذا أنه كان عليه عمامة سوداء وفوق العمامة كان المغفر. أثبت من العمامة سوداء أن رويها أبو الزبير، وعمرو بن الربيع يقول أبو الزبير احتاج إلى دعامة. أبو الزبير واسع العلم وثقة، لكنه مدلس فقط. وأيضا ورد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، وهذا فيه اختلاف بالعلماء، لكنه ثابت عند أهل العلم، ثابت عند أهل الحديث أن النبي لبس عمامة سوداء ودخل بها مكة. والمغفر، والمغفر كالقلنسوة من حديد، نعم. وأن النبي لما دخل خلع المغفر، وكان ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، جاءوا قالوا: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، قال اقتلوه. ذلك لأن ابن خطل كان يكتب بالوحي، وذهب مع رجل في مع أنصاري، ثم نزع عليه فقتله وأخذ سيفه وأخذ ماله وهرب إلى مكة، وأتى بامرأتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي دمه وقال: وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. ولذلك قال النبي بعده: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا، لأنهم قالوا متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. واستدل به الفقهاء على أن الحرم لا 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 يعصم فارا بخربة ولا بدم، نعم، بل يقام عليه الحد. وهذه مسألة خلافية قد تعرضنا لها قبل ذلك في مسألة قيام الحد في الحرم، وأن الحنفية يرون أنه يضيق عليه حتى يخرج، حتى يطلع، وبعد ذلك يقيم عليه الحد، لأن الله جل وعلا قال حرما آمنا يجب عليه ثمرات كل شيء. ومن المسائل المهمة في ذلك دل أن الكعبة المشرفة لا تعيد عاصيا ولا تمنع من إقامة الحد، أن النبي قال اقتلوه ولو متعلق بأستار الكعبة. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني على ألا تنتهك حرمتها بقتال، لكن يقام فيها الحد لأن العاصي الكعبة لا تعيذه، العاصي لا تعيذه الكعبة. ودخول مكة بغير إحرام وبالسلاح هذا ظاهر، هذه المسألة الخامسة، دخول مكة بغير إحرام لأن النبي دخلها وعلى رأس المغفر لم يحرم، وأيضا دخلها ابن عمر حلالا أيضا في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأولا دخول مكة بالسلاح ودخول مكة بغير إحرام وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام، واستحل مكة ساعة من النهار ثم قال رجعت على ما كانت عليه، يعني رجعت محرمة. واستدل به العلماء على أن مكة لم يحرمها إبراهيم، والمدينة لم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نقل تحريمها كما قال الله تعالى: حرما آمنا يجب عليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقول تعالى: ومن دخله كان آمنا، وكانت مكة حراما بدعاء أيضا إبراهيم عليه السلام، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة. وفي رواية: حرم مكة، وقال: أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد بعدي، ولن تحل أحد ما لم تحل أحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. ولذلك قال: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وكما قلت الأحنفية يخالفون الجمهور على إقامة الحد بالحرم، صحيح أنه إقامة للحد، لكن اختلفوا أيضا في تغليظ الدية،
في على من قتل في الحرم. وجماهير السلف والخلف يرون عدم تغليظ الدية، وأن من قتل في الحرم مثل الحل والحرم سواء في هذا الباب عند قتل الخطأ. أما عثمان فقال بتغليظ الدية، عثمان قال بتغليظ الدية وخلف علي بن أبي طالب في ذلك. وقال ابن قصار اختلف قول مالك وشافعي بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، فقال مرة لا يجوز دخولها إلا بإحرام لتعظيمها وتشريفها ولتخصيصها يعني ومباينتها لجميع البلدان إلا الحطابين وما يكثر دخوله. والذي ذهب إليه البخاري وهذا الذي ندين الله به وهو أيضا قول الشافعي أنه له أن يدخل مكة بغير إحرام إن كان لا يريد الحج والعمرة. والحديث ظاهر في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم على المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، نعم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ففي قولي لمن أراد الحج والعمرة دلالة واضحة جدا على أن مفهوم المخالفة من لم يرد الحج والعمرة فله أن يدخل مكة حلالا، له أن يدخل مكة حلالا. من المسائل المهمة قال ابن بطال في قتل ابن خطل يوم الفتح حجة لمن قال إن مكة فتحت عنوة، وهو قول مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتقدمين. قال الشافعي وحده فتحت صلحا. وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك والكوفيون أن الغانمين لا يملكون الغنائم ملكا مستقرا من نفس الغنيمة، وأنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغانمين ما دامت قد فتحت يعني صلحا. ولا خلاف بينهم أنه من على أهل مكة ومن على أهل مكة وعفى عن أموالهم، دي دلالة على أنها كانت صلحا وما كانت عنوة. السابعة من المسائل الأخيرة أيضا المالكية قالوا من سب الشارع يقتل ولا يستتاب، يعني قالوا هنا سب الرسول كفر، نذهب سب الرسول كفر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب لا يسقط عنه القتل. سب الرسول كفر، ومن سب الرسول ولو تاب وظهرت توبته لا يسقط عنه القتل، وولي الأمر مأمور شرعا بقتله لأن ده حق النبي وحق النبي لا يسقط. أما من سب الله وتاب فلا يقتل لأن الله يعفو عن حقه. فلذلك ابن خطل لأنه كان أتى بقينة تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. الفوائد المستنبطة: المفهوم حجة، سب النبي كفر مستقل، ولو تاب صاحبه يقتل يهدر دمه، وهذا منوط بولي الأمر لا بغيره. المختلف فيه حله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المختلف فيه وما تنازعتم فيه من شيء فردوه فحكمه إلى الله. نعم هذا هو. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.